لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة الزمان، الشرطة تفرق تظاهرة في بغداد وتعتقل ناشطين في ذي قار. صحيفة الحياة، صدامات مع المتظاهرين في بغداد وحكومة العبادي تعد لمحاكمة مسؤولين. في العربي الجديد، بوصلة الاحتجاجات العراقية تتجه نحو ديالى الحدودية مع إيران. في صحيفة الشرق الأوسط، أكثر من 15 قتيلاً ومئات المصابين منذ بدء الاحتجاجات في العراق. في صحيفة المدى، الكهرباء تعلن إخفاق المفاوضات مع إيران وتستعين بالسعودية. في القدس العربي، سوريا، التوصل لاتفاق بين جبهة النصرة وإيران لإخراج أهالي كفرية والفوعة. وفي موقع الخليج أونلاين، ترامب يتراجع ويقر بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية. السلام عليكم. ليس أمام حكام المنطقة الخضراء للخروج من مأزق الانتفاضة المباغتة التي لم يحسبوا حساب اشتعالها بهذه القوة وبهذا الحجم والحرارة والاندفاع والانتشار إلا خيارين: إما التعامل بالحكمة وتلبية مطالبهم بالحسنى، وإما التعامل بهمجية مع التظاهرات وإراقة مزيد من دماء العراقيين. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أنه من أوامر العبادي ومعه قادة ميليشيا الحشد بقيادة هادي العامري، يبدو أن الذي كان والذي سوف يكون هو المواجهة الدامية بين الجماهير المنتفضة وبين جلاوزة الأحزاب الدينية الحاكمة التي يسيرها قاسم سليماني، حتى لو جعلوا العراق خرابة كما فعلوا ذلك في سوريا واليمن ولبنان. هذه الانتفاضة الشعبية الغاضبة لم تندلع في تكريت ولا في الفلوجة وسامراء وبعقوبة وباجي والشرقاط، بل اشتعلت في البصرة والعمارة والناصرية والسماوة والنجف وكربلاء احتجاجا على الفقر والبطالة والفساد. هذا يعني الكثير، باعتبار أن الإيرانيين ووكلاءهم كثيرا ما روجوا لأكذوبة أنهم يحكمون باسم مظلومية هذه المحافظات ويحرسون أمنها وحريتها ودماء أبنائها. وهو يعني أيضا أن الجماهير الشيعية أصبحت تسأل ما فائدة حكومات وأحزاب وميليشيات تتغنى بمقدسات الطائفة وتلطم وتبكي على أئمتها نفاقا وتقية، وهي تزيد أبنائها فقرا على فقر وشقاء على شقاء. ترى كيف تريد إيران أن يصدق شيعة العالم أنها احتلت العراق لحماية شيعته من أعدائهم الإرهابيين، وهم يرونها تتسلط عليهم لإدلالهم وإفقارهم وتجويعهم، ثم حين تقتضي مصالحها الانتهازية العابرة تقطع عنهم الماء والكهرباء وتحاصرهم بالبطالة وتغرقهم بالمياه الآسنة، كما هو الحال في البصرة وفي العمارة والناصرية والسماوة والنجف وكربلاء، تجوعهم وتقتل منهم كثيرا بدم بارد، تماما كما تقمع شيعتها الإيرانيين بالنار والحديد. الكاتب يقول إن هناك من يحاول دس على الانتفاضة من يعتدي على الممتلكات والمؤسسات ليبرروا هدر دم الذي سيثبتون عليه تهمة الاندساس. وقد يتمكن قاسم سليماني وهادي العامري وقيس الخزعلي بميليشياتهم وأسلحتهم الخفيفة والثقيلة من أن يطفئوا شعلة الثورة ويسكتوا رجالها ونساءها وشيوخها وشبابها، ولكن الذي زرعته هذه الانتفاضة في عقول ملايين العراقيين وقلوبهم وضمائرهم لابد أن يشعل لهيبها من جديد في قادم الأيام أو الأسابيع أو الشهور. كانت الاحتجاجات فيما مضى ضد معاهدات مع دول أجلمية مثل معاهدة بورتسموث وضد حلف بغداد،
والسلطة تستجيب وتلغي ما عقدت على الرغم من قناعتها بفائدة ما رسمت. أما احتجاجات اليوم ليس لها أي استجابة، فمن أجل الخبز والأمن والطب والماء والكهرباء ووقف النهب من قبل الجماعات المتنفذة دينياً وعشائرياً. رشيد الخيون يقول في صحيفة الاتحاد الإماراتية: ما قيمة الديمقراطية عندما تمنح لمن يهدده العطش والمرض والجهل، وتزور فيها صناديق الانتخابات وتحرق، والميليشيات تتحكم بالأصوات. ليس أكثر من المقدسات بعراق 2003، بين حين وآخر تعلو قبة ترفرف فوقها الرايات الخضراء. لم تنتهي سلسلة من عرفنا ببنات الحسن، كما لم تنتهي سلسلة أبناء موسى الكاظم، ناهيك عن أضرحة المراجع السياسيين، وقد علت قبابها على قبة الضريح العلوي بالنجف بعد الهيمنة على الأرض والمال. ظهر مهديون كثيرون احتلوا منابر دور العبادة ويلقون منها محاضرات في كيفية ظهور المهدي لترويج تجنيد الشباب العراقي للقتال ضمن الميليشيات في سوريا، أي يستعدون لتلبية الواجب في الحرب التي سيقودها المنتظر المرتبط ظهوره بالتفجير النووي، والمقصود قنبلة إيران النووية. أخذ أصحاب المنابر الدينية من الأحزاب والميليشيات يهدمون بسحرهم المقدس ما تبقى من الثقافة عندما يظهر خطباؤها وينصحون الناس بالسكوت على سوء الحال مقابل حرية اللطم والتهديد بالآخر الطائفي. مع ذلك لم يعد الحديث مجديا عن الشهداء والجهاد، لأنهما في ظل الأحوال السقيمة صارت مثارا للتندر. لم يعد اتهام المحتجين بأنهم بعثيون وإرهابيون نافعا، ولم تعد عشائر الإسناد جاهزة للقضاء على كل تظاهرة واحتجاج مثل ما حدث مع محتجي ساحة التحرير عام 2011. الكاتب يرى أن تظاهرات اليوم قد يتم الالتفاف عليها مثل ما حصل مع احتجاجات ساحة التحرير التي كادت تحطم أسوار الخضراء، فدخلت عليها قوى دينية من مصلحتها الحفاظ على الوضع القائم. إلا أن أهم درس من تظاهرات الجنوب أن السحر المقدس لم يعد مفيداً، فاسم الحسين لا يظل قابلاً للتوظيف إلى ما لا نهاية. لعل التوصيف الأقرب إلى واقع الحال لما يحدث اليوم في العراق هو أكبر من انتفاضة وأقل من ثورة، وقد تفاعلت أقانيم ثلاثة: البؤس والعتمة والعطش، كي تشكل هذا الإعصار التراجيدي الذي تفجر أولاً في مدينة البصرة التي تحمل على أكتافها رائحة عراقة ومجد وثراء. عبد اللطيف السعدون يرى في صحيفة العربي الجديد أن هذا الإعصار امتد طولاً وعرضاً إلى مدن وقصبات عراقية أخرى، ظن الحاكمون أنها استكانت وتخاذلت وأنها لن ترد على ظلم الزمان وغدره. البصرة التي تعوم على بحيرات من النفط والغاز أحوالها ملأى بالهموم التي لا تسر صديقا ولا تغيظ عدوا. عمالها بائسون لا تكاد تكفي أجورهم توفير الطعام اليومي لأسرهم، وشبابها خريجو جامعات ومدارس عاطلون يبحثون عن عمل يضمن مستقبلهم. هكذا عاش أهل البصرة سنوات عجاف منذ حل ثنائي الشر الأمريكي الإيراني في ديارهم، وقد اختزنوا غضبهم ونقمتهم طوال تلك السنوات، وها هم اليوم يفجرون انتفاضتهم. انتظر أهل السلطة أياماً قبل أن يردوا على أهل الانتفاضة، وجاء الرد جاهزاً، رافقته ارتدادات هستيرية ملغومة وقبضة وعود في الهواء بفرص عمل ومشاريع خدمية وسيارات حوضية توفر مياه للشرب وزيادة في ساعات الكهرباء. كانت تلك الوعود مدعاة للسخرية. كبرت الانتفاضة ولم تعد محصورة بالأقانيم الثلاثة: الماء والكهرباء وفرص العمل. اتسع مداها، صارت المطالب تتعلق بالحرية والكرامة والوطن، إذ دعا عديدون على مواقع التواصل إلى تطوير الانتفاضة لتأخذ صيغة عصيان مدني شامل، فيما رأى آخرون أن الحل يكمن في إسقاط العملية السياسية وقيام حكومة إنقاذ تعمل على كتابة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة.
الكاتب يرى أنه لا مجال للسؤال في من سيكون المنتصر في النهاية، أهل السلطة أم أهل الانتفاضة، لأن التاريخ يعلمنا أن السلطة الغاشمة تسقط تحت أقدام المواطنين العاديين عندما تكبر الانتفاضة وتصير ثورة، فيما نرى هنا أن المسألة هي مسألة زمن ليس أكثر. الآن بإمكان العراقيين أن يكتشفوا الوجه الآخر لرئيس وزرائهم المنتهي صلاحيته حيدر العبادي، فبعد 4 سنوات من جلوسه مبتسماً على كرسي رئاسة الوزراء، وبعد أكثر من 250 خطاباً تلفزيونياً عن الإصلاح والمواطنة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، نشاهده هذه الأيام متجهم الوجه، ومقربوه يؤكدون أن العراق لا يصلح معه إلا رئيس وزراء يضرب المتظاهرين بالرصاص الحي ويسحلهم بالشوارع ويرسل إليهم مدرعات سوات لسحقهم، لأنهم تجاوزوا الإشارة الحمراء في طريق الديمقراطية. هذه الرؤية جاءت في مقال علي حسين في صحيفة المدى. الغريب أن الذين يصلون الليل بالنهار بحثاً وتحليلاً لظاهرة تظاهرات مدن الجنوب وينتهون إلى أنها تمثل خطراً محدقاً باستقرار البلاد هم أنفسهم الذين حاولوا إظهار تظاهرات البحرين باعتبارها صحوة شعبية ضد أنظمة فاسدة. تصريحات العباد الأخيرة عن التظاهرات لا تختلف بالتأكيد عن تصريحات من قبله من نور المالكي، وهي بالتأكيد أحد أهم مسببات الهم والغم التي ترافقنا كل يوم. منذ أن انطلقت احتجاجات البصرة ورئيس الوزراء ومعه مستشاري يخرجون كل ساعة وهم يحذرون العراقيين من خطر جديد اسمه التظاهرات، وكيف أن أصحابها يريدون أن يهددوا الحياة الهانئة التي تعيشها مدن بغداد، البصرة، ميسان والحلة. وقرأنا سيلا من البيانات والشتائم تطالب بتطهير العراق من هذه الزمر المتآمرة على مستقبل البلاد، وسعى البعض إلى إيهام الناس أن المشكلة ليست في أرتال الفاسدين الذين يعششون في معظم مؤسسات الدولة، ولا في البطالة وازدياد معدل الفقر، ولا في فوضى التعليم، ولا في جيوش الأيتام والأرامل الذين يعيشون على هامش الحياة، وإنما في أعداء النجاح المتربصين للانقضاض على المكاسب التي حققتها حكومة العبادي. وبحسب الكاتب فإن منتهى البؤس ألا يكون في العراق من يصلح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء إلا من أحزاب الخراب والفساد، ويطلب من الشعب ألا يعترض على هذا الاختيار، وإلا فإن ترويض الشعب هو الهدف. هناك من المعادي للحراك الشعبي من يتعمد ذلك، يستخدم سلاح التحليل لتشويه واقع الحراك الشعبي أو لإسباغ صورة غير حقيقية على الجمهور العام، ولعل ما هو حادث الآن من الحديث عن المندسين والمخربين وعن خروج التظاهرات عن مسارها السلمي أو وقوف إيران خلف ما يجري أو عن دور أمريكا. طلعت رميح يرى في موقع الهيئة نت أن اعتماد دليل وخريطة منهجية لتحليل المجرى العام للحدث يتلخص في أمرين. الأمر الأول هو تحديد العوامل الصلبة القاطعة الفاعلة في تحديد أسباب الأحداث باعتبارها ما يشكل البيئة الحقيقية القادرة على إنتاج الحراك الجماهيري أو الغضب كما يقال. وفي العراق ستجد مئات الأسباب التي تدفع المواطن العراقي لا للتظاهر فقط بل للثورة، من قهر السلطة والميليشيات وأعمال الإعدام والقتل خارج القانون والتعذيب، ومن الفساد والسرقات وانهيار الاقتصاد والخدمات والبطالة. أما الأمر الثاني فهو التمييز بدقة بين حركة الجمهور العام وبين العمليات الاستخباراتية والإعلامية والسياسية المخططة التي تستهدف إعادة توجيه الحركة ودفع مجرياتها لتحقيق أهداف مضادة لمصالح الجمهور العام، بل مضادة ومعادية للأهداف التي خرج لأجلها المتظاهرون أو الثائر. وبطبيعة الحال لا يزال جميع يذكر كيف تعامل نور المالكي مع تظاهرات المحافظات الست التي ظلت تحتشد سلميا طوال عام كامل، فيما هو يتحدث منذ اليوم الأول عن إيواء إرهابيين وعن حشد مسلح في داخلها، حتى وصل أخيرا للاعتداء بالأسلحة الثقيلة على المتظاهرين السلميين تحت عنوان مكافحة الإرهاب.
الكاتب يقول إن هذا التعامل في تحليل تظاهرات الوقت الراهن يحتل أهمية قصوى، إذ تلك الغرف متعددة بتعدد الأطراف المتداخلة في الأزمة الراهنة، ليس فقط على صعيد التدخل الخارجي بل على صعيد الأطراف الداخلية التي تخوض معركة دفاع عما نهبت، وبحكم ما تمتلكه من أدوات إعلامية وأسلحة وثروات ومصالح متضاربة. تناولت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أصداء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الروسي في قمة هلسنكي، وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي كان مخجلاً، مضيفة أن المؤتمر الصحفي لترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون من اللحظات التي لن تنسى في فترة رئاسته. الصحيفة أضافت أن ترامب أعرب خلال مؤتمره الصحفي عن رأي مغاير لما قالته وكالات الاستخبارات الأمريكية، وقال إنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016، وتابعت بالقول إنه أكد ما قاله بوتين مرارا عن أن روسيا لم تتدخل قط في شؤون الولايات المتحدة. وأردفت الصحيفة أن هذا النوع من التصريحات يعتبر أمرا محرجا عندما يتم إعلانه على أرض الوطن، أما عندما يعلن عنه خلال لقاء قمة مع الرئيس الروسي وعلى أرض أجنبية فإن ذلك يعد خيانة للمصلحة الوطنية الأمريكية. ورأت الصحيفة أن ترامب قلل من شأن بلاده وإدارته في الكثير من المواقف، موضحة أن قمة ترامب بوتين أثارت العديد من الأسئلة المقلقة بشأن مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية. ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد اتهمت نحو 12 ضابطا في الاستخبارات الروسية باختراق حسابات مسؤولين في الحزب الديمقراطي إبان انتخابات 2016 الرئاسية، مشيرة إلى أن المتهمين استخدموا رسائل اختراق إلكترونية إلى جانب برمجيات متطورة للاختراق الإلكتروني، فضلا عن سرقة بيانات 500,000 ناخب من موقع مجلس الانتخابات في إحدى الولايات الأمريكية. وختمت الصحيفة البريطانية افتتاحيتها بالقول إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثبتت أن كل شيء من بينها حقيقة سيادة القانون وكرامة الولايات المتحدة تخضع لمصالحه الحزبية الخاصة. عثر علماء الآثار على بقايا متفحمة لخبز يعود إلى أكثر من 12 ألف عام في موقد حجري شمال شرقي الأردن، يقولون إنه يعتبر أقدم خبز عرفه الإنسان بحسب موقع الجزيرة نت. ويظهر الكشف الذي عثر عليه فريق من الباحثين الأوروبيين من جامعتي لندن وكامبريدج أن الصيادين في منطقة شرق البحر المتوسط قاموا بصنع الخبز قبل فترة طويلة مما كان معروفا أو قبل أن تترسخ الزراعة كنشاط بشري عبر التاريخ. ويدل هذا الخبز على حضارة قديمة كان أتباعها يميلون إلى نمط حياة مستقر بدلا من البداوة والتنقل. ويبلغ قطر المبنى الخاص الذي تم اكتشاف الخبز فيه نحو 8 أمتار، ويحتوي على تصميمات داخلية مرصوفة بالحجارة. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن صناعة الخبز ربما ساعدت في النهاية على تحفيز الناس على البدء في زراعة وتربية الحبوب، الأمر الذي أدى في النهاية إلى ظهور الزراعة.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.